بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 90. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي شيخنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأذنكم في استئناف ما توقفنا عنده في باب قراءة القرآن، إذ قال رحمه الله تعالى: وفيه وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان ابن عمر يسجد، يعني سجود التلاوة، على غير وضوء، فهذا دليل على أن سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة. فإذا كان يتلو القرآن عن ظهر قلب ومر بسجده على غير طهارة فإنه يسجد. نعم، لأن هذا السجود تابع للتلاوة، فإذا جازت التلاوة عن ظهر قلب من غير وضوء يجوز سجود التلاوة من غير وضوء. وعند البخاري تعليقا: قيل لعمران بن حسين: الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها، قال: أرأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يجبه عليه. هذا فيه أن سجود التلاوة لا يشترط له الطهارة، كما أن التلاوة عن ظهر قلب لا يشترط لها الطهارة من الحدث الأصغر. نعم. قال: وقال سلمان: ما لهذا غدونا؟ وقال عثمان رضي الله عنه: إنما السجدة على من استمعها. نعم، سجود التلاوة تابع للتلاوة كما ذكرنا، فكما أن التلاوة عن ظهر قلب تجوز من غير وضوء، فكذلك سجود التلاوة يجوز من غير وضوء على هذا القول. وأيضا ما ذكره من هذا الأثر أن الذي يسجد هو القاري والمستمع، إذا مر القاري بسجود تلاوة فإنه يسجد، ويسجد من يستمع له. أما السامع الذي لم يقصد الاستماع فهذا لا سجود عليه. نعم. قال الزهري: لا يسجد إلا أن يكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. نعم، والزهري رحمه الله من أئمة التابعين، يرى الطهارة لسجود التلاوة ولا يرى وجوب استقبال القبلة، إذا كان راكبا فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل بالليل على راحلته أينما توجهت به، كذلك سجود التلاوة يسجد إلى جهته التي يقصدها ولو لم يكن إلى جهة القبلة. نعم. قال: ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة
قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر رضي الله عنه. نعم في هذا الأثر أن عمر أراد أن يبين للحاضرين أن سجود التلاوة ليس بواجب، إن شاء سجد إذا مر بآية سجدة وإن شاء لم يسجد. ففي الجمعة في الجمعة الماضية سجد، نزل من المنبر وسجد، وفي الجمعة التي بعدها قرأ نفس الموضع الذي فيه السجدة ولم يسجد، ليبين لهم أن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، إن شاء فعله وإن شاء تركه. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة. نعم هذا فيه أن الصلاة السرية إذا قرأ فيها بسورة السجدة أو بآيات فيها سجدة أنه بالخيار، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، لأن سجود التلاوة ليس بواجب. نعم. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب ليسجد على يده. نعم وهذا فيه أنهم يسجدون للتلاوة تبعا للقارئ إذا كانوا يستمعون إليه، وأنهم يسجدون على الحالة التي هم عليها، الراكب يسجد وهو راكب والماشي يسجد على الأرض، والأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم. وله أيضا عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. نعم هذا فيه أن القارئ إذا مر بآية السجدة وسجد فإن المستمعين الذين يستمعون له يسجدون معه سجود التلاوة. نعم. وإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. نعم. وعن عائشة أنها كانت تقرأ في المصحف فإذا بلغت السجدة قامت فسجدت. نعم عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ في المصحف فإذا وصلت إلى آية سجدة وقرأتها فإنها تسجد، تقوم وتكبر وتسجد من قيام، وهذا من باب الأفضلية، القيام هنا من باب الأفضلية، وإلا لو سجد وهو جالس على حاله فلا بأس بذلك. نعم. وعنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه شق سمعه وبصره بحوله وقوته. هذا من الأدعية التي وردت في سجود التلاوة، سجد وجهي إلى آخره، هذا من الأدعية، ولو اقتصر على قوله سبحان ربي الأعلى فإن هذا يكفي. نعم. وعن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا. هذا سجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، وهو مستحب إذا حدثت نعمة متجددة أو بلغه خبر يسر فإنه يسجد شكرا لله عز وجل. نعم. وسجد حين جاءه إسلام همدان. وسجد حين جاءه إسلام قبيلة همدان، لأن إسلامهم تجدد نعمة، إذا أسلمت قبيلة
فإن هذا تجدد نعمة، لأن هذا فيه قوة للمسلمين، وأيضا فيه فرح بإسلام هذه القبيلة، فيسجد سجدة شكر لله عز وجل. نعم. وسجد حين قال له جبريل، يقول الله عز وجل: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وكذلك هذا داخل فيما سبق، أنه إذا بلغه ما يسره فإنه يسجد لله سجدة شكر، لأنه لما بلغه جبريل بما يسره صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل سجد لله سجدة شكر. نعم. وسجد حين رأى ذا الثدية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج نصره الله عليهم، وأخبروه أن فيهم ذا الثدية من الخوارج، فسجد شكرا لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه سيحصل هذا، فلما حصل وقتل ذي الثدية سجد شكرا لله عز وجل. نعم. وسجد كعب حين بشر بتوبة الله عليه. كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين خلفوا ذكرهم الله في القرآن، لما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة لأنهم تخلفوا عن الخروج معه للغزو، فلما تابوا وندموا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستقبلهم أول ما جاء لأجل أن يتوبوا إلى الله، فتابوا إلى الله وتاب الله عليهم وعلى الثلاثة الذين خلي، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني تخلفوا عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك من غير عذر. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من سهى أحيانا عن سجود الشكر في وقته إذا بلغه الأمر، أو بلغه في حال لم يتمكن من السجود حينها ثم سجد لاحقا، هل هذا مشروع؟ فات محلها حين بلوغ الخبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بحضرة المبتلى، ذكره ابن عبد البر. إبراهيم النخعي رحمه الله وهو من أصحاب ابن مسعود، تلاميذ ابن مسعود. نعم. قال: كانوا يكرهون، قال إبراهيم، كانوا أي السلف يكرهون. نعم. أن يسأل الله العافية بحضرة المبتلى، أن يسأل الشخص الله العافية إذا رأى مبتلا فلا يسمعه بهذا الدعاء، فالدعاء المشروع أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فلا يسمعه المبتلى، لأن هذا يؤثر عليه إذا سمعه، فيقوله سرا، يقول هذا الدعاء سرا. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذا في بيان بعض الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهي من صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وصلاة الفجر حتى تطلع الشمس، هذان من أوقات النهي الخمسة التي جاء النص بأنها لا يصلى فيها صلاة نافلة. نعم. وعن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، رواه مسلم. هذه أوقات النهي الضيقة، حين
حين تطلع الشمس بازغة، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا واحد. فلا يصلي فيها نافلة، لأن المشركين الجاهلية كانوا يسجدون لها إذا طلعت فلا يتشبه بهم. وكذلك إذا تضيفت للغروب، يعني قربت من الغروب، أيضا لا يصلي فيها المسلم، لأن المشركين كانوا يسجدون لها عند الغروب. وحين تكون الشمس فوق الرؤوس متوسطة في السماء فلا يصلي حتى تتضيف، حتى تزيغ، يعني حتى تزول عن الرؤوس، تميل عن الرؤوس إلى جهات الغرب، ويدخل وقت الظهر. نعم. وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، ثلاثة أوقات. وعن جبير بن مطعم مرفوعة: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت. فإذا طاف بعد الظهر، بعد العصر، أو طاف وقت طلوع الشمس أو غروبها، فإنه يصلي ركعتي الطواف، فإنه يصلي ركعتي الطواف، لأنها من ذوات الأسباب. وذوات الأسباب تفعل عند وجود سببها في أي وقت. نعم. أحسن الله إليكم. من فاتته راتبة الفجر قبل الصلاة، هل الأولى أداؤها بعد الصلاة مباشرة أم بعد طلوع الشمس أفضل، أخذا بهذا الحديث السابق؟ مخير، إن شاء فعلها بعد الصلاة مباشرة ويسمح له مع أنه وقت نهي، وإن شاء أخرها إلى أن ترتفع الشمس، وهذا أفضل. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا المجلس وهذا الدرس من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ ما تفضل به. إلى أن نلتقي بكم في الدرس القادم إن شاء الله وأنتم على خير. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، إلى المجلس القادم إن شاء الله وأنتم على خير والسلام.